خبراء وباحثون وطلبة وصناع قرار ومستثمرون جاءوا من مختلف أنحاء العالم لقمة تعد الحدث البارز الذي يعزز أهمية البحث والتطوير في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة بالمغرب وإفريقيا. هي قمة ديبتك، حدث تشرف على تنظيمه جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير، ويشكل بالنسبة للفاعلين في مجال التكنولوجيا العميقة فرصة لتوحيد جهودهم وتقديم رؤية مشتركة لاستغلال الإمكانات الكاملة في الابتكار وخلق القيمة من خلال العلوم والتكنولوجيا. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه القمة التي تجمع العلماء والشباب من بقاع العالم والشركات الناشئة الصناعية، وهي فرصة للتفكير ومناقشة كيفية استخدام العلم والموارد البشرية لحل المشكلات ذات الصلة بتغير المناخ والأمن الغذائي والصحة والماء وغيرها من التحديات. هي قمة دولية للالتقاء والتعاون بين مبتكري التكنولوجيا على مستوى العالم، باعتبار الاستغلال الجيد للتكنولوجيا يساهم في تحسين نوعية الحياة وتعزيز الرفاهية الاجتماعية وكذا تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة. اليوم كخبراء في استراتيجية إدارة الموارد البشرية يتمثل دورنا في دعم الشركات في هذا التحول من خلال دمج الذكاء الاصطناعي بشكل استراتيجي لتعزيز المهارات البشرية وتحسين القدرة التنافسية والإنتاجية. فنحن نشكل العمليات التي تعمل فيها التكنولوجيا والأشخاص معا بشكل متناغم لتحقيق الأهداف. ويتضمن برنامج قمة ديبتك التي تتوخى أيضا نشر التكنولوجيا العميقة في إفريقيا ندوات وورشات عمل لمعالجة موضوعات تتعلق بجاذبية نظم التكنولوجيا للذين يسعون إلى ولوج عالم ريادة الأعمال.